في مثل هذا اليوم من عام 1966 أقدم جمال عبد الناصر الجنرال السفاح أيضا الذي كان يعتبر نفسه فريد عصره وزمانه أقدم على قتل الأستاذ سيد قطب. كان سيد قطب بالنسبة للضباط الأحرار المفكر والأديب والأستاذ، لكن اختلف العسكر معه لأنه صاحب رؤية فقرروا الانتقام منه. لم تفلح النداءات الدولية ولا العربية في إثناء الجنرال عبد الناصر القاتل عن فعلته، ورفض الاستجابة للنداءات إلا شريطة أن يعتذر الشيخ سيد قطب، وعبد الناصر عارف أن الشيخ سيد قطب مش هيعتذر. كان يعلم علم اليقين عبد الناصر عليه من الله ما يستحق أنه لن يعتذر، فالشيخ سيد كان يحتقر العسكر وعلى رأسهم عبد الناصر ونظامه، ويفتخر بأنه كان يعمل مع الله ولله حين قال بكلماته الخالدة: إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة لا يرفض أن يكتب حرفا واحدا يقر به حكم طاغية. الشيخ سيد قطب معروف عنه الظلال، لكن لم يكن الشيخ سيد قطب صاحب الظلال مجرد رجل مثقف فقط قرر مواجهة ضحالة أفكار العسكر، بل كان مؤمنا صادقا ومفكرا وداعية وقائدا يعرف بيت الداء كما يعرف أين يكون بيت القصيد. بيت القصيد عند الشيخ سيد هو الدعوة إلى الله على حق، والعمل لدين الله على علم وبصيرة وهدى ونور، وبيت الداء هو الرويبضة. بيت الداء هم الرويبضة الذين يتحكمون في كل شيء ويفتون في كل أمر، وهم كما أخبر عنهم النبي توافه البشر وأقلهم شأن. أدرك الشيخ سيد بفطرته النقية وعقيدته السليمة أن مواجهة النظم المستبدة لا يمكن أن تكون بوسائل دنيوية وحسب، بل بتحريك الإيمان الساكن في القلوب وتفعيله وتحويله إلى قوة حقيقية على الأرض. ولما أدرك عبد الناصر ورفاقه خطورة هذا التفكير قرر معهم التخلص من الشيخ سيد قبل أن يرى الشيخ سيد ثمرة مشروعه العظيم في إعادة إحياء الدين من جديد. استشهد الشيخ سيد عن عمر يناهز 60 عاما، رحل جسده وبقيت أعماله وخلدت كلماته، ولعل أخلدها قوله رحمه الله: إن كلماتنا تظل عرائس من الشمع حتى إذا ما متنا أو متنا في سبيلها دبت فيها الروح وكتبت لها الحياة. اتهم الشيخ سيد بالغلو والتطرف من جانب مناوئيه الذين لم يدركوا حقيقة ما يدعون إليه، فلم يكن يدعو إلى التكفير بل إلى التفكير، ويدعو إلى إدراك حقيقة الإيمان وتحويله من مجرد أذكار تتلى في الصباح والمساء إلى طاقة نور تضيء في الظلمات، وطاقة أمل تدفع نحو التغيير، وطاقة عمل يتقدم بها المسلمين على غيرهم. في مثل هذا اليوم 29 من أغسطس عام 66 الموافق 13 من جمادة الأولى 1386 رحل الشيخ سيد بجسده، وبقيت أفكاره خالدة على مر التاريخ: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر.